اهلا بكم من جديد. النهارده سعد الشاطر عضو مجلس اداره مجموعه شركات الشاطر، وطبعا نجل المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعه الاخوان المسلمين، اكد الخبر اللي اذعناه بالامس حول عدم وجود اي مفاوضات بين مجموعه منصور وبين مجموعه الشاطر او بين خيرت الشاطر لشراء سلسله محلات مترو وخير زمان. كان في اشاعات احنا نفي بالأمس، متأكدين منها أنه لا توجد مفاوضات، لأن الكلام كان اللي بيدور أنه كان في مفاوضات وأن السعر ما عجبش مجموعة الشاطر أو ما عجبش خيرت الشاطر أو وصلوا أو ما قدروا ما اتفقوش على سعر، لكن احنا أكدنا أنه لا توجد أساسا مفاوضات، وأن مجموعة الشاطر ربما اللي لديها سلسبيل وأشياء أخرى ربما تتوسع في قطاع التجزئة، ولكن ليس عن طريق شراء سلسلة محلات مترو خير زمان. نجل الشاطر قال في على التويتر: لا صحة لما تردد عن شرائنا أو تفاوضنا لشراء سلسلة مترو خير زمان، وكل ما ينشر عنه بعيدا عن الصحة. احنا حبينا نأكد لكم أن الخبر اللي أذعناه بالأمس كان صحيحا وتأكدنا منه من جميع الأطراف. إذا مجموعة منصور بقية في مصر من خلال مترو وخير زمان، ولها طبعا بيفرلي هيلز ومجموعة أشياء واستثمارات أخرى كبيرة. خبر آخر لسه برضو موجود، التأسيسية طبعا مستمرة الآن باجتماعاتها منذ قليل، يعني كان بيتكلم المستشار الغرياني وقال من على المنصة أنه ليس عضوا ولم يكن أبدا عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، وأن في ناس بتتقول عليه وعلى المستشار الخضيري وعلى المستشار مكي بذلك، وقال أن يعني أنا يعني أتحدث عن نفسي. طبعا الخضيري ومكي ليس عضوان في التأسيسية، ولكن يعني بقول أنه أنا لست عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، ده المستشار الغرياني. و طبعا ولم أكن عضوا، مستشار غرياني لم يعد رئيسا طبعا لمجلس القضاء الأعلى، الآن هناك رئيس جديد ورئيس لمحكمة النقد، المستشار ممتاز على ما أعتقد إذا كان ذاكرتي سليمة. دلوقتي نتكلم على الحريات وهذه الظاهرة الجديدة اللي بتذكرنا وأتمنى ألا تذكرنا كثيرا بما كان يحدث في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من محاولة لتقييد بعض التيارات المتشددة المتطرفة لتقييد حريات الناس. النهاردة في اجتماع وبيان قوي لمؤسسة المرأة الجديدة وعدد من المؤسسات النسوية التي تعترض بشكل كبير على فكرة التعرض لحرية المرأة، الكلام اللي ابتدى يبقى هو تعرض مش بالقانون ولكن تعرض لفظي من بعض الناس في الشارع، إزاءات تتعرض لها بعض النساء. خلونا نعرف ماذا يحدث، والأستاذة نيفين عبيد عضو مؤسسة المرأة الجديدة. أستاذة نيفين مساء الخير يا فندم. مساء النور أستاذة لميس، أهلا وسهلا. أهلا بيكي، اشرحي لي بالضبط ليه أصدرتوا هذا البيان، ماذا يقول هذا البيان؟ والحقيقة التوقيعات في عدد كبير من المجتمع المدني وممثلي الأحزاب المدنية، ايه بالظبط اللي رصدتوه في الشارع المصري يا استاذه نيفين؟ الحقيقه فندم ان منذ انتهاء يعني سباق الرئاسه واستقرار الوضع من ايام قليله، وابتدى يزيد التلاسن الخاص بالتحرش الجنسي والمصحوب ايضا بتلاسن يتعلق بتمييز طائفي ايضا. زي ايه يعني نيفين؟ يعني اشرحي لي. يعني احنا ابتدينا احنا مثلا على مستوى مؤسستنا في اكتر من شهاده وصلت لنا تتعلق بان ممكن بعض البنات المحجبات وغير المحجبات كمان، يعني غير المحجبات ممكن يسمعوا كلام كمان له بعد طائفي، بمعنى ان مرسي جي لامكم، ان يا بتوع ساويرس يا هتتلموا، انتوا قاعدين هنا لغايه دلوقتي ليه؟ المحجبات يعني هي لو مش محجبه فهي مسيحيه فهي تتعرض للتحرش، يعني هي مش محجبه تتعرض للتحرش وهي مسيحيه تتعرض للتحرش. ولولا ان بعض الحالات دي يا استاذه لميس بترد بعنف وبقوه، لولا ان الصنف ده غالبا بيبقى يخاف ما يختشيش، يقعد ساكت وبيجري وامكانيه ان هو يوصل في حاله هجومه بتبقى ضعيفه. طب نيفين انت حاسه ان ده رصد لحالات فرديه يعني ولا في؟ انا رايي ان بص يا استاذه لميس، التحرش معدلاته بتزيد في الاونه الاخيره وما هياش وقائع احنا بنبتكرها ولا بندعي عليها. دي نمره واحد. نمره اثنين، الاسلام السياسي
الحقيقة منذ بداية الاستفتاء والتيار الإسلامي السياسي بيدير معاركه السياسية باستخدام الكارت الطائفي. ومهما كانت في قيادات للإسلام السياسي وجهها بتحاول تحسن المنظر وتبقى عندها ذكاء إعلامي إلا أن القواعد الشعبية فيها مشكلة. الحقيقة هم محتاجين يشتغلوا على قواعدهم الشعبية اللي تم تسمين أفكارها، وإحنا دلوقتي بنجني هذا التسمين نتيجة وصولهم للحكم. فدي مشكلة حقيقية. احنا انا شخصيا يا فندم انا طالعة مع ابني اللي هو 7-8 سنين وفي شارع العجوزة بتاع النيل في يوم اعلان النتيجة بتاعة الرئاسة، ومنتقبة بمنتهى البساطة طالعة من العربية تقول اسلامية اسلامية. يعني هو ده تصور بعض فئات من المجتمع وبتوجه لي الهتاف، يعني انه سيتم احلال طبقة بطبقة وسيتم احلال وتبديل في المجتمع. ان الحقيقة هذا الوضع خطير، واصبح فيه مطالبه واضحه من رئاسه الجمهوريه انها تتعامل بوضوح، وخاصه مع كمان ظهور حاله زي طالب السويس. يعني طالب السويس دي محتاجه بيان رسمي حول هذه الحاله اللي تم التعرض ليه بالضرب لغايه لما مات علشان وقت مع خطيبته، والنهارده في بيان بينتشر على الانترنت. احنا مش عارفين مدى صحه الكلام ده، لكن لازم يكون في حسم. البيان بيقول ايه يا نيفين؟ البيان طالع من هيئه الامر بالمعروف والنهي عن هو لسه موجوده معانا الهيئه دي؟ العشرة يعني مطلعين 9 بيانات من قبل كده. يبقى معنى كده ان احنا في دوله بتتهدد فيها حقوق المواطنه، والحقيقه ده بيخليني اكثر تخوفا على الدستور اللي لا يضمن فيه عداله التمثيل لا للنساء ولا للفئات المستبعده عن حريه اتخاذ اتخاذ القرار، واصبح في مسؤوليه مضاعفه على الرئاسه دلوقتي في انها تحل مشاكل الناس. طب نيفين خليكي معايا، أرجو أن تبقي معي على الهاتف. على أيضا معنا الأستاذ حسين عيد، والد الشاب اللي لقي مصرعه في أو قتل أو اغتيل في السويس. أستاذ حسين، يعني الأول خالص التعازي، البقية في حياتك والبقاء لله. أهلا بيك. أستاذ حسين، يعني قل لي بالضبط ماذا حدث لنجلك؟ والله ده يعني حاجة يعني مش عارف، من بعيد عن الخيال. يعني إنسان واحد واقف هو وخطيبته وفي شارع عمومي، يعني شارع كل الناس فيه، يعني احنا عندنا ده اللي اسمه شارع الجيش، واخدة بالك؟ أول برتقال عند السمنة للسانتا دي كل الناس بتقف فيها، واقف وهياخد عربية لخطيبته واخد بالك وهيوصلها البيت. جه نزل واحد كان راكبين مكنة، هم ثلاثة لابسين زي إسلامي واخدة بالك، هم ما يعرفوش الإسلام. خلي بالك يا أستاذ زميل، ده تمثيل في الإسلام، خلي بالك. يعني أنا بقول لك عشان برضه أنت بتقولي لأن لا دلوقتي عارفوا، لو بيعرفوا ربنا ما يعملوش كده. والله لو بيعرفوا ربنا ما يعملوا كده. واخد بال حضرتك؟ فنزل واحد منهم بيتكلم بيقول للبنت أنت واقفة ليه كده يا بنت؟ أحمد بيه. واخد بالك؟ البيت معلش، خليني أستاذ حسين، خليني بس أحاول أستفسر عن بعض التفاصيل. الفتاة محجبة ولا غير محجبة؟ أبدا. إحنا عارفة عندنا في السويس تعرفي بين المسيح والمسلم بالتحجيب. دي معروف عندنا احنا عاده في السويس. يعني اللي لابسه طرحه عارفيها، او لابسه مثلا كده دي المحجبه دي مسلمه، اللي من كده ما حدش بيلبس عندنا خالص. لا في السويس احنا عامه. فالفتاه محجبه. على الهواء والناس عارفه كده. مع ان يعني ده مش لازم يكون فارق، ولكن يعني نبقى مش مهم القضيه دي النقطه دي دلوقتي، بس يعني الفتاه محجبه. طيب. اتفضل. واخد بالك؟ نزل بيقول له لا، بيقول لها انت واقفه ليه كده؟ قال لا انت ما تكلمهاش، انت كلمني انا، توجه لي الكلام، دي واقفه مع راجل مش واقفه مع عيل. قال انت كمان بتتلمض، وراح ضربه، راح احمد ابني راح مسكه وراح خبطه بالبتاع وراح وقعه في الارض. واخد بالك؟ الا جه صاحبنا ده الثاني من المستعدين طبعا. الالي السلاح، عارفه البنديه الالي اللي ليها سنجه دي سلاح جديد ما عرفوش سنج. واخد بالك؟ وجاب من ماخذه من تحت محاشمه من كده دي وقطع ايه وضربت، يعني ضربت راجل محترف محترف، دي قطع الشرايين كلها والله يا استاذ نعمان، قطعها كلها. واخده بالك؟ بضربه كده ضربه واحده، هم الثلاثه بصينا راح مشوا ركبوا المكن اللي هم خدوه جدي وجريوا، ما فيش حد له خافي طبعا اختفوا. هل دي كانت يعني ممكن يكونوا بلطجيه، ولا انت متاكد ان هم ملتحين ولا يعني ولابس يعني هم لابسين، انا بقول لك لابسين زي الاسلامي، يعني جلابيه، يعني جلابيه قصيره واخده بالك، ومنطلون ابيض ابيض، منطلون ابيض واخده بالك، والجلابيه زي اللبس الباكستاني واخده بال حضرتك، والثلاثه زي بعض. البنت اللي حكيت لك الحكايه دي؟ نعم. البنت اللي حكيت لك القصه بتفاصيلها؟ طبعا البنت اللي حكت القصه دي ومكتوبه واخده بال حضرتك. يعني منظر
بس طب ابن ده جناه ايه اللي جناه؟ عنده كام سنه ابن حضرتك كان يا استاذ حسين؟ نعم كان عنده كام سنه؟ عنده 20 سنه، ثالثه هندسه. يعني راح رابعه يا استاذ نميم. والله العظيم الواحد من الصبح على كده مش قادر يعني حق ابني ده يروح فين يعني؟ طب عمل ايه؟ وايه اللي جناه؟ وليه؟ يعني عارفه انت لو واقف مثلا وقفه وحشه، انا ابني مربي يعني عيال مربيهم تربيه واسمعها على السويس يعني عني انا بالذات لان انا بربي تربيه. لا وهم مالهم؟ هو ماشي مع خطيبته، ماشي مع اي، هم مالهم؟ ممكن مثلا حاجه زي كده يعمل حاجه، اي حاجه زي كده من رابعه المستحيل، حتى لو ماشي مع خطيبته مش بادب باحترام، واخد وهو ماله زي ما انت بتقول حضرتك. لا بعت الباشا، لا مش عاجبه اللي حال، عاجبه طيب. انه يودينا بقى في المتاهات. طب احنا ليه كده؟ وإني جناه يعني واحد يعني 20 سنه طلع للدنيا جديد. عندك ولاد تانيين يا استاذ حسين؟ معايا ثلاثه. ربنا يخليهم لك. الله يخليك. معايا ثلاثه. بلغت البوليس يعني البوليس؟ اتجاههم الثوره. انا برضه هعمل ثاني لغايه ما تعيش مصر، واخد بالك؟ لغايه ما تعيش مصر، لان كده حرام حرام نسكت، ولازم كلنا نبقى ايد واحده، ولازم كلنا نبتدي. البوليس يعني بلغت الشرطه؟ ايه الاجراءات اللي اتخذتها؟ بلغنا كل حاجه. ده احنا وانا على كده راح النيابه على كده في اسماعيليه، انا لسه بقالي 6 ايام انا في اسماعيليه كده مرمي مع ابني في العنايه المركزه نايم على البلاط، واخد بالك؟ ومحدش عارفه. كل دلوقتي اللي عاوز يعمل وكده لان العمليه اشتهرت، لكن قبل كده كنت بعمل استغاثه على النت وكده دي على موقع ابني عشان حد ينقذه، حتى لو دكتور او عيادة دمويه، واخد بالك؟ يكون استاذ جامعه او اي حاجه. واحنا ناس مفيش حد، مفيش اي مخلوق. قاعد قد ايه في المستشفى؟ يعني نعم، يعني قاعد قد ايه في العنايه المركزه قبل ان يتوفى؟ ايام من احنا من يوم 25 لغايه دلوقتي، لسه متوفي امبارح، وانا ما رضيتش اوديه النهارده، قلت لا لازم اعمل له جنازه. صحت ليه بالعريس؟ جنازه عريس يا استاذ. هقول لك ايه، ربنا يرحمه ويعني والله حرام. يعني اقول لهم بقى كفايه بقى، خلي الناس تعيش حرام عليكم. يعني احنا ايه؟ انت بتتهم مين يا استاذ حسين؟ يعني بتتهم مين؟ يا ريس احنا بقى كفايه كده، تعبنا، احنا اخترناك عشان تريحنا بقى، احنا خلاص لغايه امتى بقى هنعيش في الهم ده اللي احنا فيه؟ ليه؟ الناس ما تعرفش تمشي؟ ايه ده؟ انت شايف ان دول ايه؟ طيارات متطرفه؟ شايف مين دول؟ انا عارف، وواحد يقول لي كان الساعه 6 الفجر، منين 6 الفجر؟ والعمليه حصلانه الساعه 7 وربع المغرب. انا كنت بصلي المغرب واتصلوا بيا بالتليفون قالوا لي الحق ابنك بيموت. واخد بالك؟ ودول تقول لك 6 الفجر، وقال عشان عصايه ضربها، وبعد كده الثاني بيدافع على البيت، بيضربوا ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ احنا اثنين بقى كل واحد يمثل تمثيليه ويعمل كده ودي؟ لا. الباقيه في حياتك يا استاذ حسين والبقاء لله، ويعني حق ابنك مش هيروح حضر بإذن الله. لا حق ابني ما جابتهوش الحكومه، انا قدام الحكومه خلي بالك انا هنا عند النائب العام بتاع اسماعيليه، ده حق ابني اللي ما جاش والله العظيم لاخده بذراعي. انا بقى هو بكلمك وانا داخل النيابه. حق ابني اخده بذراعي. لسه داخل في البوابه اهو. يعني ما كانش ابن حق ابني يجي انا اخده بدراعي. بشكرك يا استاذ حسين، مش محتاج تاخد حقك بدراعك، ان شاء الله الحكومه هتجيب لك حقك. دي صور على موقع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، صفحه يقال انها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، احنا ما نعرفهمش. يا ريت نشيل الصور دي لانها مزعجه جدا يا جماعه. خلاص احنا شفنا البيان اللي بينفي فيه هذه الجماعه اللي ما نعرفش اساسا، انا ما بربطش بين الاشياء، ولكن هذه الجماعه نفت علاقتها بمقتل شاب السويس، شاب الاسكندريه. نيفين لسه معايا؟ انا معاكي طبعا. عايزه تعلقي تقولي ايه على هذا المشهد؟ عايزه اقول ان احنا دلوقتي مطالبين باعتبار ان الحيله اللي لينا دلوقتي يعني رئاسه الجمهوريه ان هي تطلع لنا تصريح واضح وبيان واضح على حاله التحرش والطلاق والتلاسن النوعي واللفظي اللي بتعاني منه نساء مصر باعتبارهم مواطنات وليس بنات حد وليس جزء من عيله حد، لا احنا مواطنات ولينا حقوق في الحمايه وحقوق وواجبات وضمانات حقيقيه في الدستور، لان ده معناه ان احنا هيطاح بينا على الاطلاق. نحن لسنا في ايد امينه يا استاذه لميس، دي نمره واحد. نمره اثنين، البنتين اللي تم الاعتداء عليهم في التحرير في جمعه تسليم السلطه من احد رموز التيار ده، انا بنشدهم انهم يقدموا بلاغ رسمي وان هم ينصروا عديد من الفتيات اللي تعرضنا للعنف مماثل، انهم يقدموا بلاغ واضح وشهاده واضحه للاعتداء اللي تم عليهم في جمعه تسليم السلطه في التحرير وقريب من منصه الرئيس المنتخب. الحاجه الثالثه والاخيره
ان انا بقول ان احنا كحركه وجزء من القوى الوطنيه لم نهدأ وصول اي قوى بتهدد حقوق المواطنه وبتهدد المساواه والمشاركه في صناعه القرار. هل انت حاسه ان انا مش عايزه اربط بين الشارع يعني القيادات بتقول حاجه والقواعد بتقول حاجه زي ما انت قلتي يعني؟ وفي قيادات ما بتقول قواعد كلام نفس كلام القواعد، دول محتاجين، دول محتاجين وقفه حتى فيما بينهم، يعني دول محتاجين وقفه فيما بينهم. المتحدث الرسمي لاحد الاحزاب اللي من هذه التيارات يعني بيصعب علي ان يطلع ورا كل نائب يعك الدنيا شويه يطلع يصلح وراه، حرام يعني، حرام هذا الشاب انه يطلع يعني متحدث رسمي على عن حزب النور. الاستاذ بكار، الاستاذ نادر بكار، كل ما يطلع حد بيطلع يعتذر وراه النائب نواب حزب النور ونيس، ما احنا مش عارفين هو فين لحد دلوقتي يعني. يعني مش معقوله، دي مش مفترض يكون دوره السياسي يعني. ما هياش الثوره جايباه علشان يتحمل هذه الاخطاء والاعباء من نوابه، فاذا هناك مشكله ولا داعي ان احنا ناخد راسنا في انا عايزاكي تكلمي نيفين، انت لو بتكلمي النساء تقولي لهم ايه؟ النساء المصريات العاديات سواء محجبه غير محجبه، قول لهم انتم جزء مهم من المواطنين، انتوا جزء مهم من صناعه مستقبل هذه البلد. لا يعني انا بتكلم ان الست ممكن تخاف، يعني الستات ممكن دلوقتي يبقوا خايفين. طبعا انتوا جزء مهم، والحل لحمايه حقوقنا كلنا هو ان احنا نتكلم وان احنا نصر على حقنا في السلامه، وان لو حد وجه لك كلام زي ده ردي عليه، ملهاش حل تاني. انا واطالب باعاده هيكله الداخليه يا استاذه لميس، وفكره ان يتقال لنا تاني دي ثوره مضاده والامن بيجمع قوته، لا، في مشكله حقيقيه في طبيعه التفكير في القاعده الشعبيه والتيار الاسلامي السياسي، ومش المفترض ان احنا نتغافل عنها. عايزاهم يعملوا لنا خط ساخن يساعدوا الناس ان هم يبلغوا بسهوله عن التحرش ويرفعوا فعلا مذكرات وبلاغات عن الحالات. واعتقد ان المجلس القومي للمراه لازم يكون له دور في هذه القضيه، مش بس يعني المجلس القومي للمراه متخاف عليه مع وصول هذه الطيارات، هم اصلا مش عايزين لا مجالس قوميه للمراه لا بتاع ده، بتديره هيبص لك على انك صاحبه اسره اخلك تجيب عيال وتراعي البيت. فعامه يعني اني هاو في جميع الاحوال احنا قدامنا معارك متعدده وطويله، صحيح علينا ان نتحلى بالقوه بقى. طيب بشكرك نيفين عبيد عضو مؤسسه المراه الجديده، لكن خلونا نرجع تاني قبل التليفون الاخر لبيان الهيئه التي تسمي نفسها الامر بالمعروف عن النهي عن المنكر. البيان ده بيقول بيعترفوا ان كانت هناك واقعه، وانه بيقولوا ان احنا الواقعه دي كانت الساعه 4 الصبح او 6 الصبح، وانه هم حاولوا يأدبوا الولد وليس يموتوه. اذا هناك اعتراف بالواقعه انها كانت موجوده، وان هم حاولوا يأدبوه وليس ويضربوه بالخرزانه فاعترض، فيعني حصل بينهم فانتهى الامر الى هذا الامر. يا ريت نطبع بس هذا البيان يكون معايا، لكن ده بيان ما يسمون انفسهم به هيئه الامر بمعروف عنها منكر. لا اعتقدت ان وقت ما كنا بنتكلم عليهم وقت الانتخابات التشريعيه ان هم اختفوا، واضح ان هم ما اختفوش، واضح ان هم كانوا موجودين ويعني راقدين لنا في الدوره زي ما بنقول، ومنتظرين اشياء اخرى. طيب رامي السعداني منظم مهرجان الالوان بجامعه عين شمس. رامي مساء الخير. مساء النور استاذ رامي. رامي اشرح لي بالظبط حصل ايه في الجامعه، المهرجان ايه قصته، هل تعرضتم لمشاكل؟ تمام احنا تعرضنا فعلا لمشاكل كبيره جدا. تمام، بدايه مهرجان الالوان كان منظمه اسره تجاره اونلاين، كان موجود داخل اطار الحرم الجامعي. تمام، نلاقي ان بعد فتره في مهاجمات وفي ناس تطلع تشتكي. مهاجمات من مين يا رامي؟ مهاجمات ازاي؟ من مجموعه من الطلبه ومجموعه من كبيره، يعني مجموعه من الطلبه يقال ان هي كبيره، فاهم، لكن هي طلعت في 21 شخص. ايوه، بيهاجموا المهرجان على اساس ايه؟ على اساس ان المهرجان هيبقى فيه الوان وميه، والميه ممكن تلمس تيشيرتات البنات، وده هيأدي ان المنظر يبقى مش كويس، وفي مجموعه شباب تهددوا بان هم يتواجدوا يفسدوا المهرجان اصلا. تمام، فحبينا نغير خالص مكان المهرجان. نقلنا للباركينج. تمام، ونجحنا في ده، خدنا صوره تذكاريه مع دكتور محمد عبد العزيز وكيل شؤون الطلبه لكليه التجاره. تمام، خدنا الصوره وبعد كده اتنقلنا على طول للجراج وفتحنا باب الكليه ودخلنا جوه. تمام، واذا مجموعه من الطلبه، يعني مجموعه من الشباب، مش ما خدناش نقول طلبه لان ده مش مناظر طلبه. تمام، ليه مناظرهم كانت ايه يا رامي؟ كان اشكالهم ايه؟ عايز اقول لك ان يعني اقل وصف ليهم اما تشوفي حد مقنع لابس حاجه كده فوق وشه واقف ومش عارف ايه وبيعمل زيطه، اعتبرنا ان دول طلاب في البدايه، انت ممكن تعتبر ان دول طلاب،
لكن بعض الطلاب دول ناس مثير شغف. اذ بعد ما دخلنا الجراج وبعد التوزيع او بدء توزيع الالوان فجاه واحنا جنب سور الكليه، يعني احنا في الجراج في السور اللي بين الجراج والكليه، اذ انا الاقي ان احنا بنوزع الالوان بمجموعه من ازايز الميه وكم من اكياس الميه بتتحدف علينا استاذ لميس، حلقه الميه وكم كبير قوي تمام من اكياس الميه، اذا دي حد من جوه الجامعه تمام، مناظر تشوفيها دي مش طلبه، دي مش مناظر طلبه، دي بلطجيه. بعد كده جم قبلها بشويه كانوا موجودين برضو واقفين ناحيه الباب وعايزين يدخلوا تمام، وكانوا عمالين يحدفوا في طوب ويحدفوا وماسكين حاجات من الارض. هل بتتهم تيار معين؟ يعني دول بلطجيه هدفهم ايه؟ هل في تيار متشدد؟ تماما عن اي تيار معين، لاني ما شفتش حد، يعني ما شفتش حد فيهم ملتحي او بدأنا زي ما حضرتك بتتكلمي في مواضيع مختلفه، لكن ما كانش فيهم حد ملتحي خالص. انا اللي شفته ان دي مجموعه شباب ما مش من الجامعه اصلا، يعني انا بطبيعتي طالب في سنه رابعه تمام ومؤسس اسره التجاره اونلاين، عارف اغلب شباب الفرقه الرابعه واغلب شباب الطلبه جداد، لكن المناظر دي مش مناظر طلبه، دي مش مناظر طلبه. مش طالب هيجي يرمي مايه على الناس اللي جوه، مش طالب هيجي مش عارف يرمي طوب او حاجه او يمسك مش عارف عصايه، لكن الحمد لله قدر التنظيم مع التنظيم مع اداره الجامعه ان الامن قدر هو وامن من الطلبه كمان من الاسره عندنا ان هم يقدروا يقفوا اي حد يدخل، يعني ما كانش بيدخل حد غير المشترك بالاحتفال فقط. بشكرك رامي السعداني منظم مهرجان الألوان بجامعة عين شمس. مهرجان هم حرين الطلبة يعملوا اللي هم عايزينه ويلونوا، يعني ايه القصة؟ ايه القصة؟ هو كمان هنقول للشباب احلموا بايه؟ فكروا بايه؟ احتفلوا بايه؟ الظواهر دي مقلقة، الظواهر دي احنا بنقف قدامها علشان ما تكترش، حتى لو هي ظواهر فردية، حتى لو كانت حكاية ابن عم حسين عيد حكاية يعني بلطجية واتخانقوا معاه ومش قصة قائمة على عقيدة أو على فكر، لازم نفكر ولازم نقف قدام هذه الأحداث الفردية كي لا تصبح ظواهر عامة في المجتمع. مصر دولة تحتضن كل ألوان الطيف، المتشدد والملتزم وغير الملتزم وغير المتشدد والمعتدل والاتجاه الآخر، كلنا لازم نعيش مع بعض، محدش هيطرد حد من البلد، محدش هيوسع لمكان حد وياخد مكانه. نجاح الدكتور مرسي مش معناها سيادة فصيل على باقي الفصائل. دكتور مرسي كسب ب51.7 من عشرة، افتكروا ده من كام؟ 51% من الذين لهم حق الانتخاب، يعني من 50 مليون، يعني 13 مليون مصري فقط، معظم نصهم من جماعة الإخوان المسلمين. هؤلاء ليسوا كل المصريين، وأنا بعتقد أن لا الكلام ده يرضي قيادات الإخوان ولا يرضي قيادات السلفيين ولا يرضي قيادات حتى الفئات المتشددة من هذه الجماعات التي اندرجت داخل السياسة. وهنا عليهم عبء أن يوعوا قواعدهم وأن يبقى في رسالة جديدة للناس، إحنا مش هنقبل تطرف نهاية الثمانيات وبداية التسعينات، مش هنقبله خلاص، هذا وقت وانتهى، نحن نبحث عن مصر الحديثة ولا نبحث عن مصر بتاعت زمان، ولا نبحث عن مصر لدولة خلافة ولا دولة متخلفة ولا أي دولة، احنا نبحث عن مصر الحديثة. فاصل وهستقبل كل تليفوناتكم.